على قناتي قناة بشارات عبر اليوتيوب. في برنامج سيكون عبارة عن دقائق قصيرة أنتقل أنا وإياكم بها بين نفحات رمضان، وأحببت أن أسمي هذا البرنامج مسننات رمضانية. في هذا البرنامج سأكون معكم كل يوم في رسالة قصيرة لا تتجاوز الخمس أو الست دقائق، وسأنقل لكم مسننة تساهم في بناء رمضان وأن يكون رمضان شهرا للتغيير الإيجابي لنا جميعا. وكما ذكرت لكم أحببت أن أسمي هذا البرنامج مسننات رمضانية، لأن رمضان بحاجة لمسننات متكاملة حتى نصنع من رمضان آلة للتغيير الإيجابي لنا أولا، ثم أن يكون طريقا لنا للوصول إلى الطاقة الإيمانية والوصول إلى التغيير الإيجابي، ونجعل جميعا رمضان شهرا للوصول لمجد هذه الأمة. ولا يخفى عليكم جميعا أيها الكرام أننا بحاجة لتطوير أنفسنا من الداخل، لذلك سأكون معكم كل يوم بإذن الله رب العالمين عبر رسالة جميلة متميزة من مسننات رمضانية، وكل مسننة لها عنوان. أرجو من الله سبحانه وتعالى القبول لي ولكم. أرجوكم لا تنسوني بالاشتراك عبر قناتي من خلال المشاركة عبر صفحة اليوتيوب من تحت، تعمل اشتراك لو سمحت أو سبسكرايب، وأراكم قريبا بإذن الله رب العالمين. مبارك عليكم الشهر، تقبل طاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.